السلام عليكم متابعينا الاعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون عن دراسة البكالوريوس خارج العراق. طبعا انا شرحت في وقت سابق عن شلون راح تصير دراسة البكالوريوس خارج العراق، بس هذا الفيديو راح يكون على اجابة على اهم سؤالين اساسيين. طبعا سؤال انه اذا ما عندي لغة انجليزية شلون راح اسوي، ما عندي لغة انجليزية شهادة لغة انجليزية. والسؤال الثاني انه اني ما عندي اي معلومة بهالمجال، اشرح لي من البداية والى النهاية. يعني الشرح راح يكون يعني بالتفصيل الممل. انا افضل اضيف فيديو اخر اسويه على الحاسبة، طريقة التسجيل همتين اشرحها و شنو راح يصير من بعد ما سجل. تمام، ما اطول عليكم، خلينا نبدا نجاوب على السؤال الاول. السؤال الاول، اكو منح دراسيه ما تطلب اللغه الانجليزيه، يعني بعض المنح في بعض الدول ما تطلب لغه انجليزيه. منح الروسيه ما تطلب عندك اي لغه من عندك. زين، اللي يحب يدرس مثلا طب، اللي يحب يدرس هندسه، اللي يحب يدرس هندسه نفط طيران الى اخره، يقدر يقدم على المنح الروسية. تمام، بدون لغة انجليزية. بعض الدول ما تطلب مثلا لغة انجليزية، او ما تطلب شهادة لغة انجليزية اثناء التقديم بعد التقديم، بس يعتمدون على بعض المعايير. هذا كله وين يصير؟ هذا هاي شلون اعرفها انا؟ انا بهالحالة لازم مثل ما قلنا مسجلين بوابة التعليم العالي، بالاضافة الى انه يكون عندكم متابعة لموقع دائرة البعثات. تمام، نسجل بالبوابة مال دائرة البعثات اول شيء، ونتابع موقع دائرة البعثات. يعلنون عن زمالات، متعددة الزمالات اشكال الوان اللي اشوف فيها زمالة مناسبة لي. اكو من الممكن تقدرون تقدمون على زمالة ما تحتاج لغة انجليزية او ما تحتاج شهادة لغة انجليزية، بغض النظر عن الدراسة باللغة الانجليزية او بغير لغة. وضحت فكرة هنا؟ يعني هاي تقدرون تقدمون، بس تشوفون الشروط. تمام، نجي لي شلون اقدم من الالف للياء. اول شيء تمتحن ان شاء الله وتنجح من السادس الاعدادي، تقدم على نسوي بروفايل على مثل ما قلنا سابقا على بوابة دائرة البعثات، تملي معلوماتك صحيحة، تضيف المعدل مالتك. تمام، من بعد ذلك كملت، تنتظر الزمالات المناسبة، تقدم على الزمالة المناسبة. طبعا ما يصير تقدم على أكثر من زمالة وتقابل أكثر من مقابلة، هاي انتبهوا لها. تقدم على الزمالة، نشوف شروط منطبقة عليك. تنعلن الزمالات أول مرة بالموقع، موقع التعليم، موقع دائرة البعثات، وراء أعتقد أسبوع، ثلاثة أيام، يومين، حسب ما أعرف، تلقيها نازلة بالسيستم مالت من؟ السيستم الخاص ببوابة دائرة البعثات اللي أنت مسوي أصلاً عليها بروفايل. تمام؟ من بعد ذلك تنتظر أنت تهيئ الوثائق. شوف شنو مطلوب من عندك؟ وثائق مترجمة، تسوي ترجمة وتصديق من مديرية التربية اللي أنت بها محافظة، تكملها وتجيبها مترجمة، هي تصدقها بالقنصلية العراقية اللي هي موجودة حسب المحافظات، اللي ببغداد أو بالنجف أعتقد، بالبصرة أكو أو ماكو ما أدري. القنصلية اللي هي كانت بس ببغداد يسموها وزارة الخارجية اللي بالعلاوي نفسها، تصدقهن وتكملهن. تمام، شوف شنو مطلوب من عندك؟ شهادة صحة دولية يسموها، عدم محكومية ما أعتقد، ما أدري مطلوبة أو ما مطلوبة، المهم شهادة صحة دولية، خاف الجانب المانح يريدها، خلوك من هاي الأمراض السارية والما أعرف شنو. بعد شنو عندنا؟ هاي هي أنا الأوراق. بعدها تنتظر اسمك يطلع. زين، أكو طريقتين. الطريقة الأولى أنه يطلع اسمك من الجانب المانح، زين، وتندز لك إيميل يعني بالقبول، تأخذ تروح للتعليم العالي. أكو لا، يوصل للتعليم العالي ويعني يعلنون أسماءكم، أو
التعليم العالي تعلن الأسماء على المقابلة وهي ترشح. بعد هاي ثلاث طرق، أنت شوف بعد شنو الطريقة اللي راح تكون. تمام. من بعد ذلك راح تكمل تقابل، واحتمال كبير أكو فد يعني انترفيو يكون عندك من الجانب المانح، يتصل بيك على السكايبي، أكو ما يطلبون حسب أنت تكون مهيئ. نقدر نشوفونك مهيئ أنت لهذا الشيء ولا تهيئ نفسك لهالموضوع. بعد هيد يزولك الفيزا وتتوكل بالله وإن شاء الله تكمل الدراسة هناك. تمام. هاي هذا الفيديو خليته قصير وبسيط لشرح ذني أهم سؤالين طبعا اللي أعتقد هواي يسألوهن سواء على الخاص أو حتى بالتعليقات شفتهم كاتبين. تمام. فحاول أنت تهيئ نفسك، حاول تجيب أعلى معدل ممكن، يعني اهتم هسه بالدراسة حاليا، اترك الموضوع الدراسة برا، يعني هاي بس خليها هدف ببالك إذا أنت عندك هدف يعني بهالخصوص. وكنتيجة أنه أنت ممكن تقدر تدرس خارج العراق، طبعا إذا كان حلمك تدرس خارج العراق فهذا الحلم ممكن يتحقق. على كل حال لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس لأنه انتهى الفيديو. زين، وهاي الخاتمة مال كل فيديو. نشوفكم إن شاء الله في فيديو لاحق. أي شيء عندكم كتبوا لي في بالتعليقات، يعني كتبوا أي شيء يجيب بالكم كتبوا حتى أشوف شنو هذا الأسئلة، يعني قد يكون ما غطيت الموضوع. أسوي لكم فيديو آخر وإن شاء الله أوعدكم فيديو أنه كيفية التقديم على بوابة التعليم العالي. هي سهلة إن شاء الله بس أشرح لكم إياها بالتفصيل. في أمان الله. باي باي.